بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد البابلي ودرس احترافي جديد من دروس احتراف الإلستريتور. النهاردة هنتعلم ازاي نعمل امساكية شهر رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة 12 شعبان، باقي 18 يوم على رمضان، وقررنا ان احنا نعمل ورشة عمل رمضانية هنشتغل فيها اكتر من درس، نتعلم فيها التصميمات الرمضانية او التصميمات الإسلامية بشكل عام. نتمنى ان هي تفيدكم. خليكم معانا وتابعونا. اول حاجه انا بفتح ملف جديد A4. انت ممكن تحط الحجم اللي انت عايزه، ما انتش ملتزم بحجم. امسكيه ليها احجام مختلفه عادي زي ما انت عايز. ببدا بعد كده ان انا احط خلفيه بشكل مربع واعمل لها جريدينت، ممكن اي شكل جريدينت. مثلا خلينا نزود هنا الفيل ونقلل اللون، خليه دائري مثلا، خلي درجة اللون أغمق شوية. ممكن أنت تتحكم في الجريدينت بتاعك بحيث إن هو التصميمات الرمضانية غالبا بيبقى فيها شكل الغروب أو إيحاء المغرب كده، فبتطلع شكلها كويس. ممكن أغمق كمان بالشكل ده. تمام، دي الخلفية بتاعتي. بروح اعمل لها لوك بحيث ان انا لو حبيت ارسم عليها ما تضايقنيش. بفتح لير جديد، بعد كده هعمل شكل اسلامي وبسط. طبعا الاشكال الاسلامية ديت يعني عايزة حلقة لوحدها او عايزة كذا درس لوحده عشان نتعلمها، بس انا دلوقتي هعمل شكل مبسط. انا اخترت شكل النجمة. طبعا انا لو سبت الالت بتبقى عندك بالشكل ده، اتأكد ان هي 8 رؤوس واضغط على الالت بتعمل لك تساوي للرؤوس لوحدها، واضغط مع على الشيفت علشان تبقى مستوية بالشكل ده. هروح الغي الفيل اخليه نان، وازود الستروك اخليه مثلا تمنتاشر او 19. كويس، بروح على اوبجكت. لاحظ هنا دلوقتي الشكل بس واحد او خط واحد، لو ضغطت على اكسباند واوكي بقى عندي خطين كأن انا دخلت مربعين جوا بعض. تمام، باجي اسحب وانا ضغط على الالت والشيفت مع بعض لحد ما يكتب لي انترسكت بالشكل ده. بقدر ان انا اكرر الشكل مع الكنترول ودي علشان اعمل اكتر من شكل. بحدد الاشكال، احاول ان انا صغرها مثلا قد الصفحة بتاعتي. بالشكل ده حددها كلها، وبعدين اسحب تاني لتحت لحد ما يكتب لي برضو انترسكت. يبقى انا كده على نفس الحواف. لاحظ معايا، اضغط على كنترول دي علشان يكرر لي الشكل مرة تانية لحد اخر الصفحة. مش مشكلة الزيادات، انت ممكن تروح على فيو وتقول له تريم فيو علشان ما يجيبلكش اي حاجة بره الارت بورد. تمام، بحدد كل الاشكال اللي انا عملتها، حطها في جروب كنترول جي. لو عايز ان انت تعمل لها جريدينت، طبعا دلوقتي كل جريدينت لوحده، فعلشان خاطر نعمل جريدينت على كل الشكل بحدد كنترول A، وبعد كده اروح على الباس فايندر واعمل يونايت. كده عمل لي كل الاشكال جريدينت واحد. لاحظ معايا دلوقتي جريدينت اتظبط معايا، بقدر ان انا اتحكم فيه بعد كده زي ما انا عايز. خليني مثلا اعمله لينير واخلي الزاوية بتاعته سالب 150 او سالب 135 بالشكل ده. خليني برضو اقلل الاوبسيتي بتاعت شوية، بس هو بيدي شكل جمالي كده في الخلفية. واعمل للطبقة بتاعته لوك علشان برضو لو حبيت ان انا استخدم الشكل بتاعي ما يضايقنيش في الرسم. باجي بعد كده ارسم الجسم بتاع الامسكية نفسه او اللي انا هكتب فيه. بختار المربع اللي هو مدور الاطراف ده،
تمام، وابدا ان انا احط الشكل بتاعي بالشكل ده. لو عايز توسطه على الارت بورد بروح على قائمة اللاين او المحاذاة، ومن تحت بتلاقي هنا خيار اللاين تو ارت بورد، وبعد كده تظبطه بحيث ان انت تعمل له محاذاة رأسية مع الارت بورد. انا هسحب الاطراف شوية بحيث ان هي تبقى دائرية. بعد كده بروح على اداة الدايرة، هاجي على المكان ده اسحب منه دايرة بالشكل ده، واسحب منها نسخة مع الشيفت في المكان ده. تمام، خليني اصغر الشكل ده شوية واسحب الدايرتين. تمام، اسحب نسخة من الدايرة دي مع الشيفت، واسحب كمان نسخة بالتالي كده نفس المكان، ومع الالت تاني اسحب كمان نسخة في النص. ممكن اوسطها مع الشكل الاساسي بالشكل ده. خلينا نغطي المكان اللي هيبقى موجود. طبعا انا هعمل كل ده شكل واحد، فبالتالي الجزء ده هيبقى فاضي، لازم اغطيه بدايرة تانية. احدد كل الاشكال بتاعتي واجي على الباث فايندر، اعمل يونايت بقى عندي الشكل ده. اجي على اداة الدايركت سيلكشن، احدد اعلى نقطة فوق، واجي على المقبضين دول مع الالت اسحب المقبض ده لتحت لحد ما يظهر لي الخط اللي في النص بالشكل ده. المقبض ده كمان مع الالت فوق المقبض التاني بالظبط، بقى عندي شكل شوية اسلامي. ممكن اسحب النقطة دي لفوق اكتر مع الشيفت برضو، اداني الشكل ده. تمام، بحدد الشكل، ممكن اشيل الفيل وازود الستروك، ممكن اديله ستروك ابيض بحيث ان هو يديني الشكل ده. تمام، طبعا هنا الزاوية دي هتبقى مربعة، بروح على كلمة ستروك واضغط عليها واخلي الكورنرز دائرية بحيث ان هي ما تبقاش مربعة. بقى عندي مكان اكتب فيه الكلام بتاع الامسكية. تمام، ممكن كمان ازود اخلي الفيل جريدينت مثلا، برضو دائري بالشكل ده. دلوقتي انا عندي الامساكية جاهزة ان انا اكتب عليها. قبل ما اكتب انا عايز شكل مثلا مسجد هنا، انا روحت على جوجل وكتبت فيكتور مسجد وطلع لي كذا شكل، ممكن تختار الشكل اللي انت عايزه، وممكن كمان ترسم الصورة بنفسك لو انت مش عايز تنزلها من على النت. الصورة بتجيلك بالشكل ده، انت ممكن تعمل لها تريسينج. بروح على تريس ايمج واقول له سكتش ارت او سكتشد ارت بالشكل ده، واضغط على اكسباند بقى عندي الشكل حر ان انا اتصرف فيه. وممكن ترسمه ببساطة، هيبقى مجموعة اشكال هيكون لك الشكل ده ببساطة. بعمل كنترول اكس اشيل الشكل واقف على الشكل بتاعي واخلي الرسم داخلي او درو انسايد، وبعد كده كنترول في علشان الشكل بتاعي ينزل جوه الشكل الأساسي. بصغر. تمام، ممكن أمط شوية بالشكل ده، اديني تأثير كويس. دلوقتي هبدأ إن أنا أكتب الإمساكية بتاعتي. بروح على النت وأكتب في جوجل مواقيت الصلاة. تمام، افتح لي أي موقع لمواقيت الصلاة، طبعا حسب البلد اللي انت فيها. بتروح على كلمة امساكية رمضان وتحدد البلد اللي انت منها، يعني مثلا انا حاليا في السعودية في وادي الدواسر، واضغط على وادي الدواسر.
بلاقي الإمساكية بتاعتي مكتوبة بشكل كامل على الموقع، أقدر إن أنا أخدها كوبي وأنزلها في التصميم بتاعي. بحدد مع الضغط المستمر على الماوس لحد ما أحدد كل الإمساكية، بعمل كوبي وبروح على أي ملف للكتابة سواء الوورد أو الإكسل أو حتى نوت باد عادية، كليك يمين وأعمل بيست وحدد كنترول A وأعمل كنترول وشيفت يمين علشان تبقى الكتابة بتاعتي بدايتها من اليمين للشمال. بجيب الإمساكية كلها زي ما احنا شايفين، أتأكد إن هي لحد 30 رمضان 4 يونيو، أضغط كنترول A تاني وكنترول C تاني عشان أنسخ من التكست ما انسخش من الموقع. بعد كده بروح على برنامج الإلستريتور، لكن قبل ما أبدأ أكتب هبدأ إن أنا أعمل جدول علشان أكتب عليه، أشوف أنا عندي كام صف. طبعا من 1 رمضان إلى 30 رمضان 30 صف، مع الصف بتاع العناوين يبقى 31 صف. أشوف الأعمدة بتاعتي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى أنا كده محتاج 9 أعمدة و31 صف. إزاي بعمل جدول؟ بعمل مربع عادي جدا في المكان اللي أحبه، تمام. ممكن تشيل الفل، ممكن تخلي الستروك بتاعك بأي لون، تمام. تروح على Object Pass وبعد كده Split into Grid. بعد ما بتعمل Split into Grid بتلاقي هو بيسألك عدد الصفوف عندك كام. طبعا احنا قلنا 31. عدد الأعمدة عندك كام؟ طبعا احنا قلنا 9. بعد كده هنا تقدر تعمل Preview علشان تشوف الشكل اللي انت هتوصله في النهاية، تمام. هنا تقدر ان انت تزود المسافات ما بين الخانات سواء افقي او رأسي، ممكن تعمل فواصل، انا عن نفسي مش هعمل اي فواصل وبضغط اوكي، تمام. طلع لي الشكل بالطريقة دي، خلينا احدده كله. حدد الاول الشكل اللي ورا ده واعمل له لوك مؤقتا علشان التحكم في الجدول هيكون صعب. احدد خانات الجدول كلها، اشيل ستروك او ممكن اقلله جدا واخلي الفيل مثلا ابيض بالشكل ده، وابدا مثلا دلوقتي الخانه اليمين بتاعتي هتبقى اليوم، وبعدها رقم اليوم في الشهر في شهر رمضان، بعد كده رقم اليوم في الشهر الميلادي. ممكن الون مجموعه الايام اللي هي مثلا تبقى الأولانية دي، اختار لها لون أزرق مثلا، اليوم اللي بعده نفس اللون لكن أفتح شوية، تمام. الجزء ده برضو أخليه بلون مختلف، بالشكل ده، تمام. ويمكن أميز برضو الجدول هنا، أخليه يوم فاتح ويوم غامق، بالشكل ده. هاجي دلوقتي أنزل الكلام بتاعي. الأول الأفضل إن أنت تحدد الفونت اللي أنت هتكتب بيه. يعني دلوقتي نفترض إن أنا نكتب بالعربي، تمام. أتحكم برضو في حجم الخط، أجي على نوع الخط أختاره من دلوقتي، أجي جوه الكلام أضغط دبل كليك عليه كنترول V علشان انزل كل الامساكية بتاعتي. لاحظ هنا ان كلمة اليوم بقت على الشمال والمواقيت بقت على اليمين، ده لان المحاذاة بتاعتي من اليمين الى الشمال. بروح على كلمة باراجراف واختار المحاذاة من اليمين الى الشمال مش من الشمال لليمين. ابدأ اظبط الكتابة بتاعتي
الشكل ده. تمام، ممكن نخليها باللون الأسود علشان تكون واضحة. بعد كده بنحاول ان احنا نظبط الكلام اللي هو مش متظبط، يعني مثلا اضغط على تاب علشان ازود المسافات. باجي بعد كده اروح على قائمة ويندو وبعدين تايب وبعدين تابس. زي ما احنا شايفين بيظهر لي زي مسطرة كده، بضغط على المغناطيس اللي هنا بيتظبط لوحده اوتوماتيك على الكتابة. باجي اختار السهم اللي في النص ده، بعد كده اختار المسافة في الاول خالص، بعد كده المسافة التانية بعد 2 سنتي مثلا او مع بداية العلام بتاعي، اقدر ان انا اسحبها الى نص الجدول اللي هو العمود الثاني، وابدا ان انا احط سهم تاني في نص العمود اللي بعده، وسهم تاني في نص العمود اللي بعده، سهم ثالث هنا، سهم رابع هنا كده. تمام، بالشكل ده. تمام، باجي على الكتابة بتاعتي أحذف المسافات الزيادة. كده بقى عندي الكتابة بتاعتي متظبطة في الجدول بتاعي مظبوط. اقدر دلوقتي اقفل البانل دي، ممكن اغير لون الكتابة اللي فوق، خليها مثلا اكبر شوية عشان تكون مميزة، وخليها باللون الابيض. وانا هغير، يعني خليني برضو اعمل لوك لطبقة الكتابة، واجيب اداة الدايركت سيليكشن، اختار الصف اللي فوق وخليه باللون الكحلي مثلا زي كده. تمام، بفك اللوك اللي على طبقة الكتابة، اسحبها لتحت شوية. كده يعتبر الإمسكية بتاعتي ككتابة جاهزة معايا. تمام، بعد كده بقى بزود، ممكن أكتب كلمة إمسكية شهر رمضان المبارك، وأكتب السنة طبعا، وأكتب المدينة اللي أنا فيها بالخط اللي أنا عايزه، طبعا اللون يكون أبيض. ممكن أحط تشكيل كمان وأكبر شوية، ممكن أختار خط عربي شوية زي كده. تمام، لو حبيت كمان إن أنا أضيف نور شوية أو إضاءة شوية للكتابة، باجي أعمل منه كوبي كنترول سي وبعدين كنترول اف، كده عملت طبقة قدام الطبقة الأساسية بتاعتي، وبعدين كليك يمين عليها كريت أوتلاينز، وبعد كده بروح على افكت وبعدين بلور جاسيان بلور، بعمل بريفيو. لاحظ معايا بقى في زي اضاءة كده، واضغط اوكي.
بقى الكتابة بتاعتي زي ما تكون منورة شوية. تمام، كده يعتبر أغلبية اللي أنا محتاجه في الإمساكية بتاعتي يعتبر خلص. ممكن أزود مثلا زينة، لو أنا حبيت إن أنا أعمل زينة باجي على الخط العادي وأضغط وأسحب مع الشيفت علشان يعمل لي خط مستقيم، بعد كده أديله ستروك مثلا أبيض 1 بكسل، وأجي على أداة النجمة بالسهم اللي في الكيبورد أحاول إن أنا أغير عدد الرؤوس لحد ما أنزله لـ3، وأضغط على الألت علشان يعمل لي مثلث متساوي الأضلاع، وبعد كده لو عايز أقربه من الخط بضغط على مسطرة وأسحبه عند الخط، وأقدر إن أنا بعد كده أصغر وأتحكم في الشكل بتاعي. تمام، بديله مثلا أبيض زي كده، وأجي نفترض مثلا إن أنا خدت منه كوبي هنا مثلا كده، ممكن أعمل كنترول دي علشان أكرر الشكل، أكبر الخط بتاعي شوية، وأجي على كل مثلث أعمل له فيل مختلف، مثلا واحد بالأصفر، واحد بالأزرق، واحد بالأحمر، واحد مثلا أي لون مفيش مشكلة. بعد كده أحدد الأشكال بتاعتي، أعملها جروب كنترول جي، بعد كده أروح على أوبجكت، وبعد كده أروح على Envelope Distort، وبعدين Make with Warp، وأختار مثلا ال ARC -19 وأضغط OK. ممكن ألفها شوية زي كده. تمام، واخد منها نسخة، خلينا نعمل لها ريفليكت بحيث الألوان ما تبقاش متشابهة. ممكن أدورها شوية، لو حبيت ان انا مثلا اعمل شكل فانوس ممكن اعمل فانوس ببساطة. خليني اعمل شكل فانوس على السريع، نفترض مثلا ان انا هجيب شكل مربع. تمام، خليه مثلا بالاصفر، واجيب شكل الدايرة اعمل دايرة عليه مع الالت بالشكل ده، واخد منها نسخة برضو تحت بالشكل ده، واعمل ممكن اعمل لوك للطبقتين دول كمان، علشان ارسم الفانوس براحتي. بعد كده باخد ده كوبي وأصغره شوية بالشكل ده، وأخد منه كوبي الناحية التانية مع الشيفت. تمام، وأجي مع دول كلهم أعمل مربع تاني كبير بالشكل ده، خليه ورا كنترول وجيم، وخليه بلون تاني علشان اللي قدامي يبانه، كنترول جيم تاني. تمام، اجي اعمل كمان مربع فوقه واحدد الطبقتين اللي هنا واعمل تصغير. واخده كوبي تحت اعمل له ريفليكت اعمل اوكي. تمام، بعد كده اجيب مستطيل تاني فوق ابعد شوية اكبره، بعد كده اجيب اداة الدايرة أقف في النص وأعمل دايرة بالشكل ده،
واجي بأداة الدايركت سيليكشن اختار النقطة وامسح نصها، او امسح النقطة بس، مجرد ان انا امسحها على طول هتتمسح نص الدايرة. ابدأ ان انا اظبطها واخد الاتنين دول كوبي واعمل لهم كليك يمين ترانسفورم ريفليكت. اوكي تمام كده بقى شبه فانوس. ممكن اظبط الاشكال كلها مع بعض، محاذاة. تمام باجي بعد كده اعمل له مثلا زي سلسلة كده، خط عادي مع الشيفت واديله ستروك ابيض مثلا، خليه نص بيكسل، واضغط على كلمة ستروك واخليه في خطوط، اقللها شوية خليها 2 بيكسل مثلا. بقى عندي فانوس بالشكل ده. تمام ممكن اجمع كل الليارات دي في جروب واعمل كنترول جي واسحب منه نسخة مثلا، طبعا لازم اكبره شوية. تمام ممكن اخد منه نسخة مع الالت. واكبر برضو شوية ما يبقوش الاتنين بنفس الحجم. وممكن كمان اعمل فانوس تاني بشكل تاني زي كده. لاحظ معايا انا عملت الفانوس ده برضو، اظن بسيطة وسهلة، لكن انا هسيبكم انتوا تعملوه. ممكن كمان نحط شوية شخصيات كرتونية مثلا، أو من اللي هي بتوحي برمضان في السنين الأخرانية. ظهر شوية شخصيات زي شخصيات الام بي سي اللي هم اسمهم فنانيس تقريبا. أنا نزلت شوية شخصيات من على النت، طبعا لو أنت عايز تنزلهم من على النت بس تفتح جوجل، أنا كتبت فنانيس رمضان هيفتح لك مثلا. انا اخترت الصورة دي وبعد كده دخلت على الموقع بتاعها، دخلني على الموقع ده في مجموعة من الصور بتاع شخصيات اللي هي بتاعت MBC. خدت الصور ونزلتها وحطيتها على الفوتوشوب وفرغت الابيض اللي حواليها، بقت PNG بس، بقيت اسحب الصورة كده في الالستريتور بحيث ان هي اقدر ان انا احطها في اي مكان زي ما انا عايز. تمام طبعا نصغرها علشان تبقى بعيدة عن الكلام، وممكن تلاقي لها أماكن تانية أو تبعدها عن الكلام قدر المستطاع. بقى عندي بالشكل ده. ممكن كمان تنزل حاجات جاهزة كتير من على النت بخصوص رمضان، يعني مثلا في كلمات مش محتاج ان انت تكتبها زي كده مبارك عليكم الشهر، ممكن تحطها في مكان، او ممكن مثلا مدفع رمضان، ايا كان الشكل اللي انت عايزه. انت بتظبط الامساكية بتاعتك بالشكل اللي انت عايزه. لو انت عايز تلون صورة زي كده، انا بعمل لها تريسنج على سكتشد ارت، بعد كده بعمل لها اكسباند، بتبقى شكل جاهز معايا. ممكن ان انا اغير اللون بتاعه زي ما انا عايز. تمام اصغر واكبر واحط في المكان اللي انا عايزه، مفيش مشكلة بالشكل ده. مثلا بقيت عندي الامساكية بتاعتي بالشكل ده. عايز اشوف ابداعاتكم في الجروب، وان شاء الله يكون شغلكم افضل من كده بكتير. انا متأكد ان انتوا خلاص يعني وصلتوا لمرحلة ما شاء الله عليكم. استناكم واستنى تطبيقاتكم، واتمنى تكون الدرس النهاردة كان مفيد وممتع، واستنونا في تصميمات رمضانية جديدة. وشكرا ليكم، كان معكم محمد البابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.